قد ما حكيت لكم مش راح تقدروا تصدقوا قديش خيالية السيارة اللي صنعتها تويوتا. خلينا نشوفها مع بعض في هذا التقرير. شركة تويوتا عرضت سيارة خيالية ومن نوع جديد وسمتها الفن في، وهي سيارة ذكية، والاسم فن في هو اختصار ل Vehicle Interactive Internet. لهلأ السيارة تجريبية وتم الكشف عنها في عاصمة اليابان طوكيو في معرض السيارات السنوي. قدمها رئيس الشركة أكيو تويوتا ويتأمل أنه حتنال إعجاب السائقين. السيارة بتتعرف على السائق وبتعرض بعض المعلومات والمؤشرات مثل حالة الطقس، صحة السيارة وغيرها. كمان السيارة هاي تتواصل أوتوماتيكيا مع الشركة الصانعة من خلال الإنترنت، وطبعا ممكن التصفح والتواصل مع العالم من خلال السيارة. تتوقع شركة تويوتا أن سيارات المستقبل حتغير ألوانها ومواصفاتها حسب رغبة السائق أو مزاجه كمان.